All the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world, and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define. كيف حكينا شوية كيفاش قاعد تنجيت لفرنسا وكيفاش أنا كل حال نشكر إذاعة ولا القناة تاع شوف شوف اللي جات راجعت تشوفني لها تستقبلني في السبيطار. والحمد لله يا ربي يعني ما من ديبار تاعي كان ساهل في الجزائر، ما من كي لحقت لهنا الحمد لله يا ربي تهلاو ولقيت غاشي كانوا يسنيو في الايروبور وصافي في تري بليزير. على كل حال حاجه اللي تقيس وتوشي. وبالمناسبه نشكر الشعب الجزائري اللي وقف وقفه واحده ودار اليد في اليد يعني على اللوكا تاعي، وماذا بيا ان شاء الله يعني ما يبقاش هكذا حابس، يبقى يشوف اللي كانت عليه مرض واحد اخرين. مازال كاين ناس اللي هم يشوفوا والحمد لله يا ربي هم بداو يبانوا. ان شاء الله بنادم برك يكون مفتاح المرضى واحد اخرين. والحمد لله يا ربي دوك راني جيت للسبيطار لهنايا وراهم قايمين بيا، راهم عاودوا لي لي راديو ديموندو لي باش يجيبوا ميتان سبيسياليست ولا باش يديروا لي كونفروندو تاعهم ليستيماسيون باش يعطوني رونديفو ان شاء الله لوقتاش ندير لوبيراسيون. وهل جو ممثلين تاع دوله جزائريه ولا اتصلوا بيكم لهنايا؟ اه كاين ميم تاع القسم تاع الامباساد، الامباساد دالجيري هنا في فرنسا الحق هما اللي بعثوا لي الطوموبيل جات داتني من دار صباح مع السيد اللي وصلني، راه قاعدين معايا راه نسمعوا واش كاين كوم ريزولتا وان شاء الله نتمنى نكون فيها خير ان شاء الله. واش تقول اليوم درك كاع للشعب اللي راهم يستناو في الاخبار نتاعك؟ يعني نقول لهم الحمد لله راهي الدعوه راهي تمشي، ويعني مادام وقفوا وقفه واحده داروا اليد في اليد الصوت تاعهم وخرج على الوطن العربي كاع ولا انترناسيونال الحمد لله. وبلا بهم دوك بنادم ماشي هنايا الحمد لله يا رب. توحشت الدايره؟ تقعد ديجا كي كنت مديماري كنت متوحشها. وفرنسا عجبتك شويه؟ ما صار ما خرجش الحمد لله يا رب. مي الناس سون جونتي هنا في لوبيتال. تري بيان والله الحمد لله كومبريونسيف جونتي تهلا والحق. شوف شوف على كل حال ونشكر كاع المتتبعين، ويعني ماذا بينا الشعب الجزائري يبقى هكذا يغير على بلاده يغير على خاوتو يكون عنده نيف يبقى واقف هكذايا يعاون كاع خاوتو الامه اللي لازم ان شاء الله. شكرا الله يبارك فيك. الله يسلمك بارك الله فيك. الجزائر كيما رينا الساز ابريل حكمنا الطياره اهرام الجيري، لحقنا لهنا الايروبور تاع باري، لحقوا لله كان استقبال ما شاء الله، كانوا غاشي ما يستناو فينا استقبلونا شافونا يعني من الطياره حتى للكروسه ما حدش رجلو في الارض يعني توجور بلاشيزر المونت الحمد لله يا ربي. واش قالوا لي ميدسان سيكو لا مالادي واش فهموكم كيفاش؟ سي تادير هنا بون لا مالادي بون هو سي انيموفيل عندنا الدوسي ميديكال تاعو رابور ميديكال تاعو عطيته لهم قراوه يسون كونفري تو سويت بلا مالادي تاعو دخلوه لاصال دي سوان بدلوا له لو بونسمون تاعو كونت ايزون في واسمو لا بروتيز انو ايزيتي شوك الوغ بونسمون داروه له الحمد لله يا ربي. واش قالوا لك يعني هما يا ديسبوار كيفاش؟ يا ديسبوار ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. مي وشنو لازم الاجراءات؟ حنا درك رانا بدينا في الاجراءات هذوما درنا له تو دابور درنا له لي غاديو هما الاولين باش هكذا يعرفوا يعني لا بروتيز وين راهي في بلاصتها ديكولات من ديكولات ومن بعد كاين اجراءات واحد اخرين هما اللي يعرفون. فوالا هذه هي ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. هذا وليد خويا ça nous fait un grand plaisir qu'il soit là. Vraiment, vraiment, vraiment. Anna, c'est la première fois que je vois cette photo-là. Et je suis vraiment choqué, autant que le médecin. Vraiment, sincèrement, j'ai eu presque un malaise quand je l'ai vu. Allez. Inch'Allah, il te rade. Vous avez vu, tout ça, c'est le gène qu'il y avait dans la banque. C'est bien pour les voir. Ouais, là. Ça fait deux ans dans les airs. Ouais. Ouais, ciao.
C'est vraiment... Je te promets.